اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا خبزه البرتقال ولا خبزه البرتقال التونسيه، اما كالعاده على طريقتي. لهنا المكونات، هوني عندي طبق نتاع الفرن نتاعي، طبق الفرن باش ندهنه هكا بالزيت هكايا، ونرش عليه الفارينه باش نسرق من الفارينه نتاع الجاتو، ونجي نوزعها هكا بالتساوي هكايا، ونخلي الطبق على شيرة. وعندي لهنا بالصحافي، قصت بالصحافي صحفة ونص فرينة. الصحفة تهز 400 مليلتر، صحفة ونص فرينة، عليهم 4 بيضات، عليهم صحفة غير ربع سكر، عليهم صحفة برتقال. شعملت البرتقال هنا، خديت مش برتقال على الحقيقه، يعني خديت النوع هذايا نتاع المدالينا، هي مونداغين. المونداغين هذايا قشرتها يابسه كيما البرتقال، معناها البرتقال ما تتقشر بس ما تقشرش بالساهل، طعمها يقرب للبرتقال برشا، وسختو البرتقال بتاعنا نتاع تونس، قشرتها جويده ومطعمها بنين ابان من البرتقال الموجود هني فيه المراره. شعملت خديت الزيست، برشت الزيست نتاع 2 برتقال والا موندارين هذايا ولا كليمونتين، اهوما برشت كعبتين، خذيت مغرفه ونص صغيره بخشور البرتقال المجفف، وهذايا الحلوه اللي عملتها قبل، نخليها لكم في صندوق الوصف اللي معرفش كيفاش عملها بالبرتقال، زاده هي بيدها باش نزين بها جوست في الوسط وكهو. البرتقال لهنا خذيت كعبتين، كعبه ونص عصرتهم، خذيت العصارة هكا وعصرتهم، خرجت منهم كان الماء نتاعهم هكا، وخذيت كعبة كاملة قشرتها مليح ورحيتها بالميكسور بلونجون، وخليتها بك اللحمة نتاعها الدخلانية، اللحمة هذه هايك هذيك تعطي طراوة ورطب ورطوبة للبرتقالة، لخبزة البرتقال غير عادية. ولهنا عملت نصف صحفة زيت، هوني رشة الملح كيما العادة، الفانيل تعزيز النكهة، وهوني باكو 11 غرام خميرة حلويات. البرتقال نرجع ونقول لكم، أو هما كعبة ونص عصرتهم وكعبة رحيتها كاملة. مانيش باش نستحق برشا ركضان، رشة الملح وكيما العادة ندخلوا العظم، بسم الله، مع الملح، ونحطوا له السكر، وطبعا نحاول نذوب السكر. هكا تقريبا ذوبت السكر، نحط الفاني، طبعا نعمل له تحريكه صغيره مع الفاني والزيت. كملنا السوائل هذوما، ندخلوا زيت في العظم، ردوا بالنا، وطوى البرتقال، دخلنا طوى البرتقال. طوى نجيو للفارينة باش نحط شطر الصحفة اولا، ومعاها الخميره. لهنا نسيت ما حطيتش المنسمات، المنكهات، مش مشكله، نحطوهم طوا، اما انا نحطوهم جوست بعد الزيت قبل الفرينه. والحلوه تنجموا تخلطوها مع الفرينه وتحطوها خير باش ما تطيح لكمش من بعد. طوا نكمل الفرينه، بسم الله، نجيب طبق الفرن ونحطه في طبق الفرن، ونصب الخليط بتاعي، بسم الله، هكاهو ريتو ما سهلش كان منها. نحطها طاوة في الفرن ونحضر معها كويس قهوة نستناها.
نسيت شو قلكم، الفرن يسخن على 180 درجة، حطيته مدة 30 دقيقة وبدأ يسخن من قبل من بديت نحضر فيها. نخرجوها ونوريه لكم كيفاش. نقص طاوة خبز الجاتوها هيا حضرت، مازلت سخونة لا محالة، مانيش باش نخليها تبرد اكثر من هكا خاطر قهوتي حضرت. هذني صورت لكم الفيديو نتاع القهوة الكحلة، قهوة العربي بتاعنا التونسية للي يعيشوا لبرا، سبيسيالمون للي يعيشوا لبرا. خلي لكم الوصفة في صندوق الوصف، والا نعملها من بعد خبز الجاتو تقريبا. طبعا نقصوا مع بعضنا الجاتو، شوفوا كيف جاي. بسم الله هاكا الحراف مش لاصقين. هوني نقول لكم قعد 35 دقيقة، خليته 30 دقيقة، حسيته مازال فاتح شوية، وليت زدته 5 دقائق باش حمار هكايا. التعطيلات هذوكم النوطة راه في كعبات الحلوى. هكا هاو ونجبدو الجاتو ولو انه مازال سخون. ميسالش نجبد البرج متاعي والباقي خليه يبرد على روحو. بسم الله هاكا الكاتو نتاعي. بسم الله نقرب لكم هاكا الحلوى ظاهره هيك، شوف الطراوه نتاعو. هاكا هذا الجاتو نتاعنا. وهاو الجاتو بعد ما برد هاكا، شفتوا كل الحلوى اللي فيه من اللوطه؟ جربوه ماكمش باش تندموا على ضمانتي. وكما قلت لكم 180 ولا 170 درجه باش ما يتشقق لكمش، ما يتنفخش معناها من فوق برشا معناها. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وفي حلقه اخرى ووصفه اخرى ان شاء الله. وبسلامة.